سلامة سوس العميري ريسبونسابل بولونغ ايفينمونسييل في الجروب اي بي. اليوم سعداء برشا باستقبال العدد الهام من الطلبه وليزيتيديون اللي جاوا بحذانا في اطار لا ثوازيام سيسيون دادميسيون. سيسيون هذه كانت مخصصه لليزيتيديون اللي انتريسي بالسيكل انجينيور وسيكل بريباراتوار. بالنسبه للطلبه اللي ما التحقوش ولا ما نجموش يلتحقوا بالسيسيون هذه نقول لهم راهو اللي يورا اون اوتر سيسيون لو 4 سبتمبر. سيسيون دو 4 سبتمبر باش تكون مفتوحه لجميع الاختصاصات للإبي أرشيتكتور للإبي بوليتكنيك والإبي بيزنس سكول. بدون شك طلبة اللي اختاروا اليوم يعملوا ان باركور ديكسيلونس في الإبي أحسنوا الاختيار لأنه اليوم نوتر جروب إبي سولون لي شيفر أوفيسيال دو مينيستير دو لانسينيمون سوبيريور إي كلاسي لو ليدر في الريجيون. وكي نقولوا لو ليدر نحكيو على مستوى لا فورماسيون اللي قدمها اللي هي فورماسيون سيرتيفيي اي اكريديتي كلاسي نيميرو 1 على مستوى الدبلوم اللي باش يتحصل عليه ليتوديون اللي هو دبلوم اكريديتي اي ريكونو على ليشيل انترناسيونال. وايضا على مستوى ليفيكتيف نتاع الطلبه اليوم 46.7% من ليفيكتيف نتاع الطلبه اختاروا نوتر جروب اي بي. وبدون شك على مستوى الانفراستركتور نوتر كامبوس اي لو بلو grand et le meilleur dans la région de la Sahel. Donc la nouveauté pour cette rentrée est l'EPI Group Stadium. Donc l'EPI Group Stadium est un espace en plein air, espace de 2000 m² dédié aux activités socio-culturelles, à l'anchta thaqafia. L'espace est un terrain multisport en plein air, un amphithéâtre de 400 places, une scène de 50 m² et deux salles de gym. بالنسبة للي بارون ولي ليزيتيديون اللي يحبوا يزوروا الكامبوس نتاعنا ياخذوا فكرة على الانسكريبسيون ويعملوا ديبو دو دوسيي. نقول لهم راهو لا بروشين سيسيون دادميسيون لو فوندردي بروشان نهار 4 سبتمبر. الأكثر معلومات على الموبيليتي انترناسيونال وعلى نو بارتنير على ليترونجي تنجموا تزوروا السيت ويب نتاعنا اللي هو www.episu.com وإلا تكلمونا على 73 29 60 60. ونتمنى une bonne rentrée les talaba ou les étudiants terna l'école. Ani Hamza Zafran, je suis jeune diplômé, je dis promotion 2020, mes licences de l'Institut supérieur d'informatique et mathématiques du monastère. J'ai été là chez les pays pour continuer la qraïti, continuer l'ingénierie في l'info. سمعت على لوبي مثلا لوبي معروفه في الساحل هي مثلا ليدر خاصه في الانفو عندها مثلا برشا لابيل مثلا سيرتيفيكاسيون كيما الاوريس كيما الانفو اورانف. سمعت انها الاولى في مثلا في الساحل. عندي بنتي معناها هزت الباك سنة عامله من قبل معناها هدف اللي هي حابه توصل معناها توصل هدف معين. تحب قراية باهية، تحب مستوى عالي شوية، تحب ظروف كونديسيون باهية. اخترنا احنا هذه معناها شفنا عملنا ريشيرش في الانترنت اخترناها اللي فيها الكونديسيون كل هذه اللي حبت عليهم البنية. وانا بنتي معناها ماشية معاها في الثنية هذه نحبها توصل للأعلى المراتب ان شاء الله.